ويلتحق بنا من جسر رمي الجمرات في ميناء موفد الإخبارية فهد السمحان. صباح الخير فهد. فهد، كيف تبدو الأمور التنظيمية من أمامك؟ نعم، هل تسمعوني؟ ولادة وبمشاهدين الإخبارية، نحن ما زلنا في تغطية مستمرة لفريق قناة الإخبارية الذي يرصد في كل مكان من داخل المشاعر المقدسة وتحديدا مشعر منى. هنا الجميع يقدم خدماته لضيوف الرحمن على أكمل وجه، كما تشاهدون هذه الصورة من خلف الجمرة الوسطى، وضيوف الرحمن يؤدون هذه الشعيرة ورمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الجهود الأمنية والصحية حاضرة بقوة، هنا التكثيف الأمني، الانسيابية في الدخول والخروج، إضافة إلى تقديم كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق. أريد أن أتحدث عن دور الكشافة، يعني هناك أيضا أشبال أتوا من خارج مكة المكرمة خصوصا من عسير يقدمون خدماتهم لضيوف الرحمن، شاهدتهم ونحن في طريقنا إلى الجمرات، ولذلك أتينا هنا للحديث أيضا معهم عن جهودهم. يعني يسرني أرحب بالكشاف علي العمري أحد القادة المشاركين في منشأة الجمرات. أستاذ علي، فخور فيكم وفي عملكم في تقديم خدماتكم لضيوف الرحمن. أولا دعني أتحدث عن هذه المنشأة درة المشاريع، هذه الانسيابية، يعني تشاهد الآن هذه الجهود والمشاهدين يشاهدونها، رجال الأمن، أيضا الدفاع المدني، أنتم كشافة الصحة وغيرها من الخدمات. أولا تحدثني عن دوركم الآن في مشاهدة الجمرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدور الفرق الكشفية الموجودة في الجمرات، هذه مساندة لأمانة العاصمة المقدسة. وظيفة الكشافة الأساسية هي إرشاد جميع الحجاج التائهين بعد الرمي، نرشدهم إلى أماكن مخيماتهم، أيضا منع الافتراش والجلوس في الأماكن التي قد تعيق سير الحجاج بعد الرمي، أيضا نمنع الحلاقة داخل الجمرات ونوجه الحجاج إلى صوالين الحلاقة الرئيسية. ما هي الوسائل المستخدمة لإرشاد ضيوف الرحمن؟ بالنسبة للكشافين المتدربين على الخرائط دقيقة جدا وأخذوا دورات مكثفة فيها، يستطيع الحاج الكشاف أن يدل الحاج إلى مخيمة وإلى أي مكان في ميناء عن طريق الخريطة وعن طريق البطاقة اللي يحملها الحاج. كم عددكم مشاركين في المشاعر أو الجمرات؟ بالنسبة للجمرات تغطيها 7 فرق كشفية من مختلف مناطق المملكة، كل فرقة تقريبا يكون عددهم 16 كشاف مع القائد. أنا شاكر لك. أريد أتحدث مع جيل المستقبل. تفضل عبد الرحمن، كلكم تفضلوا عندي، أنا فخور فيكم جدا وسعيد تواجدكم. أولا أسألك عبد الرحمن الشهري، طبعا من وين جيت إلى مكة؟ من عسير، من منطقة عسير. منطقة عسير، نعم. كيف شفت تعامل الحجاج معكم؟ كيف شفت مشاركتك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تجاوب الحجاج تجاوب جميل وملاحظ وملموس باختلاف عن السنوات الماضية، هذا في ساعدنا في خدمتهم وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم واجبنا بكل أريحية، هذا من فضل الله وفضل الجهود الأمنية. الله يعافيك. عمر الأحمري، كيف حالك؟ طيب؟ الله يعافيك. أسألك عن شعورك بتقدم خدمات ضيوف الرحمن. شعور بالفخر والاعتزاز وشعور لا يوصف صراحة في خدمة ضيوف بيت الرحمن. شكرا. خالد، أسألك، مستعد للعام الدراسي؟ مستعدين إن شاء الله. في جهد عليك في الجمرات؟ نحمد الله كل شيء ماشي تمام، ولا في أي جهد ولا تعب ولا شيء. بس في معوقات واجهتكم في عملكم؟ لا، كل شيء منظم، تنظيم جيد واجتهادات رائعة من الدوائر الحكومية. ماجد الزهراني، سؤالي لك على السريع، يعني حدثني عن هذه المنشأة، كيف تشوفها؟ والله منشأة جميلة ورائعة في التصميم وفي الجميع اللي موجود هنا. طيب، انا اريد ايضا ان يكون معي احد القادة،
اخوي عادل، سؤالي لك يعني كيف تشوف رجال الامن والطوارئ الدفاع المدني خدمات الانسانيه ضيف الرحمن؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه جهودهم يشكر عليها، انتشار كبير، تسهيلات يقدمونها للحجاج، تفويض جدا رائع منهم، تنظيم جدا رائع منهم في جميع مشاهر منى، مشاهر عرفات، وشعور لا يوصف بصراحة ما نجده من رجال الأمن وما يقوم به من دور كبير. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وما أنعم فيها على بلادنا وحكومتنا الرشيدة. شكرا لك أخوي عادل، وشكرا لفريق الكشافة، أتوا من منطقة عسير ليشاركوا من ضمن الجهات الحكومية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن. كما نشاهد الانسيابية، يعني أكيد زميلي عبد الله العنقري من عربة النقل يسلط الصورة إلى جميع يعني المداخل، إلى منشأة الجمرات، تشاهدون هذه الانسيابية الحركة، تشاهدون الخدمات الصحية أيضا. هذه المنشأة مجهزة تجهيز كامل لاستقبال ضيوف الرحمن. أيضا وسلط الضوء على يعني رجال الأمن والخدمات الإنسانية يقدمونها لضيوف الرحمن. نحن سعداء بكل ما يقدم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، إضافة حتى على مستوى النظافة المتميز جدا في كل عام من أجل يعني حج سالم بإذن الله تعالى. الصورة والصوت إليك ولادة. نعم، شكرا لك زميل فهد السمحان، شكرا لك ولضيوفك الكرام.